تحية طيبة لكم مشاهدي الأكارم في عدد جديد من برنامجكم أبعاد الذي يشرف بأعينكم ويتهادى إلى أنفسكم عبر قنوات التلفزيون الجزائري. نرحب بكم في هذه المساحة الفكرية التي من خلالها نطرح قضايا الفكر والمجتمع أقول والفلسفة والدين. نفتح اليوم موضوع له أبعاد متعددة ونحاول أن نتلمس هذه الأبعاد الثقيلة التي يحملها هذا الموضوع. نتكلم عن الإبداع والدين، المنطلقات والأحكام، منطلقات الإبداع وأحكام الدين. الإبداع حالة إنسانية خالصة، حالة تجلي تسمو أقول بنفس المبدع والمتلقي. فكرة الإبداع فكرة تعلقت بمخيال عقل المسلم قديما فأنتجت روائع في مختلف الفنون حسب كل زمان ومكان، ليقدم عصر الصورة والتصوير والإنتاج الإعلامي، فقعدت الأمة وانسحبت من معارك تخوضها الأمم الآن، معارك ناعمة، كل أمة تسعى للتسويق لثقافتها ولهويتها. فللأسف هذا ما سنناقشه عن أسباب ربما انسحاب الأمة من هذا المعترك بين قوسين، المعترك الناعم. إذن عن الإبداع والدين، المنطلقات والأحكام، قلم أبعاد الدكتور العربي قجال يطرح لنا هذه الإشكالية. يفرض الجمال نفسه على النظر والخيال بوصفه قيمة ربانية تسمو بالمشاعر البشرية إلى رحاب الدهشة والجاذبية التي تجعل لكل شيء معنى. وإذا لم يكن للجمال وحدة قياس بالمفهوم الفلسفي، فإنه يبقى ألصق شيء بالفطرة السليمة، وهي تتساوق مع صنع الله الذي أتقن كل شيء. غض المسلمون الطرف عن الأثر العميق الذي يحدثه الإبداع في استمالة النفوس نحو تعاليم الدين الحنيف بقوة التأثير وسحر الإقناع في خطابهم الداخلي والخارجي، فاستقبلوا عبر الفضاءات المفتوحة جيوشا مدججة من القوة الناعمة كما يطلق عليها، انطلقت من مدن إعلامية ومدارس فنية صنعت رأيها وسوقت لنفسها. لكن حين تحول الفن إلى حطابة ليل وصار مفهومه فضفاضا يلملم في عباءته القيمة والابتذال، فتح النقاش حول الإبداع وتقاطعه مع المقدس وتجاوزه لحدود الأخلاق وعن موقف الدين من ذلك. لكن السؤال الأهم، ما الغاية من الفن أساسا؟ نعم، وهذا السؤال الرئيسي الذي طرحه الدكتور العربي قجال وعديد الأسئلة التفكيكية حول هذا الموضوع نناقشها دائما مع ضيف برنامج أبعاد البروفيسور بدر الدين زواقة. مرحبا بك أستاذنا، أستاذ مختص ومهتم بقضايا الفكري وأستاذ فلسفة التواصل بجامعة باتنا. مرحبا بك. أهلا وسهلا، شكرا أستاذ عبد الغني على الاستضافة. العفو. وشكرا لاختيارك موضوع الإبداع، لأننا دون إبداع سنموت يعني. صحيح. ونحاول أن نلامس وأن نقارب هذا الإبداع المظلوم طبعا، وهذا الفن المظلوم. نعم للأسف. الحقيقة، ونحاول أن نصحح بعض المفاهيم الحقيقة. نعم. ونعتقد أن المسلم صنو الفن والإبداع. جميل. نعم. جميل. بل المؤمن يعني المؤمن. هو أرقى يعني. جميل. أستاذ، قبل أن نأتي إلى كما قلنا تفكيك هذه الأسئلة الكبيرة جدا، أستاذ بروفيسور بدر الدين زواقة وعلاقته بالفن والإبداع، لك اهتمامات هكذا سينمائية فيما يتعلق بالسينما، فيما يتعلق بالفنون الأخرى، نتكلم عن الفن التشكيلي، الرسم وباقي الفنون. صحيح يعني. الحقيقة أنا ميال لكل أنواع الفنون والطبول يعني الطبوع يعني الفنية والثقافية، لكن ميلي للسينما، ولأنني عندما كنت في حظر رسالة الماجستير، فكان البحث لما قبل الرسالة كان عن الإخراج، يعني مادة في الإخراج. نعم.
فكان موضوع الإخراج، فحاولت أن أحضر فيلما إيرانيا في السفارة الإيرانية بدمشق، لأن كنت طالب هناك في لبنان، وحول السينما الإيرانية في التسعينات يعني، لأنها كانت لامست، كانت نقطة انعطاف. ومن ذلك الوقت أصبحت أهتم بالسينما التي لديها أبعاد ثقافية وحضارية إلى غير ذلك يعني. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية لميلي الشديد للموسيقى الروحية يعني. الموسيقى الروحية بالنسبة لي تعتبر جزء من حياتي يعني إلى غير ذلك. الموسيقى الروحية بكل أنواعها، سواء كانت إسلامية أو غير إسلامية، لأن الروح واحد يعني. رائع. صحيح. والموسيقى كما يقال لغة عالمية. صحيح، لغة عالمية يعيشها كل إنسان يعني، مهما كانت كما قلت يعني موطنه أو ديانته. وأشرت إلى مسألة ربما إيران وإنتاجها السينمائي كنموذج يحتذى به في العالم الإسلامي، إنتاجها قوي. سنأتي إلى هذه النقطة. نتكلم عن الإبداع وقضية الدين. هل حقيقة يوجد في الدين ما يدحض الإبداع، ما يعمل على تقييد الإبداع، أم أنه كل شيء يتعلق بقضية القيمة في العمل أستاذ؟ هو يوجد في العمل. يوجد متدين مغشوش يحارب الفن. الدين والفن صنوان، ولهذا قلت وما زلت أقول، وربما قلت في حصة سابقة، بأن الدين والفن صنوان. الإنساني، الإنسان أنتروبولوجيا لما وجد لابد أن يكون له دين، ويبحث عن دين ويمارس طقوس وعبادات معينة، وكذلك يبحث عن، كذلك يعبر عن أفكاره، عن آرائه، عن مشاعره، عن وجدانه، من خلال الإبداع الذي كان متاحا في ذلك الوقت، كالرسم بالحجارة، كورق البردي، كثير من الأمور التي تدل على الإبداع. والأمم التي تقدمت هي الأمم التي حافظت على سيرورة وتراكمية هذا الإبداع. للأسف أن بعض الناس فهموا الدين فهما خاطئا. الدين موجه للإنسان، هذا الإنسان بدون نسبية ورمزية ومجاز. وأعيد هذا الفكرة، أن الإنسان بدون نسبية، لأن المطلق الوحيد هو الله، وبدون مجاز الذي حرم للأسف، وبدون رمزية. ونعتقد بأن الرمزية شيء مهم جدا في التفاعلات بين البشر، ولهذا أظن أننا ندرس، وأنت درست أستاذ عبد الغني، التفاعلية الرمزية كنظرية اجتماعية تفسر الظاهرة الاتصالية إلى غير ذلك. بمعنى العلاقة بين البشر هي علاقة ليس فقط كلمات، هي علاقة رموز، علاقة ترميز وفك الرمز. إلى أن جاءت الصورة، لما جاءت الصورة بكل أبعادها وأنواعها، أعتقد وضعت الإبداع في سيرورته المعرفية وسيرورته التقنية، والذي نشاهده الآن هو هذا الإبداع من خلال استغلال الصورة. نحن للأسف اقتطعنا بعض النصوص من القرآن ومن السنة خاصة، اقتطعناها من سياقها ولحاقها، اقتطعناها من مقاصدها، اقتطعناها من المؤثرات أو الجوانب الثقافية أو الاجتماعية لذلك المجتمع، وأردنا أن نطبقها. ولهذا اضطربت الأمة الإسلامية في موضوع الفن، والذين مارسوا الفن حوربوا أو زندقوا أو قتلوا إلى غير ذلك يعني. فيه ربما كما قلنا في حلقات سابقة، عندما يأتي طارئ هكذا ربما لا تعرفه إلا الأمة، لا يعرفه مجتمع معين، عندما جاءت الصورة كان هناك نقاش فقهي، كان هناك سجال فقهي. الغريب في الأمر أستاذنا أن يستمر هذا النقاش بعد هذه السنوات، وللأسف المعترك الآن أصبح معترك صورة أستاذنا، على مستوى الأمم وعلى مستوى الثقافات. كل أمة تسعى إلى ربما إلى أن تعمل على هيمنة الثقافة على باقي البلدان الأخرى. للأسف أستاذ عبد الغني، أنا بحكم تخصصي في الإعلام حاولت أن أتتبع كل الفتاوى الصادرة في مراحل مهمة في حياة البشرية لما ظهرت الفن والإعلام، خاصة لأن علاقة الفن بالإعلام. للأسف أن جل الفتاوى تبدأ بالتحريم، ثم القبول بشروط، ثم تقول عموم البلوى. تعرف مثلا لما ظهرت الطباعة في القرن الخامس عشر في ألمانيا، بعض الفقهاء أفتوا بحرمتها. لما ظهرت الصورة حرمت. ولهذا كان واحد من الإعلاميين المشهورين العرب كان يقول كلمة وقالها في كثير من القنوات، قالت أمي، اللي هي أم أمية يعني، حزينة لصور نادرة قطعتها
بسبب فتوى لشيوخ يظهرون الآن في القنوات. لا حول ولا قوة. نعم. هو نعم. لا أريد أن أذكر هذا الشخص. الشخص. وهو شخص مهم جدا. قال أمي حزينة لصور نادرة. ديرة. نعم. حرقتها أو قطعتها بسبب نعم. فتاوى. الآن هم يظهرون ليس فقط في الصورة الثابتة ولكن في الصورة المتحركة. والذي أسف هذا الاضطراب هو دليل على سوء فهم هذا الدين. الإنسان ليس ملائكة. الإنسان مرتبط بالحرية والاختيار ليحقق الإبداع في دنيا الناس. ولا يمكن أن يطبق أو يبدع أو يصل إلى الإبداع دون أن يمارس النسبية والمجاز والرمزية. وأن يتعامل مع الكون ومع مخرجات الكون. يتعامل بالظلم والفساد. ولهذا نحن لا نحتاج إلى فتوى التحريم أو التحليل. نحن نحتاج إلى عقل مسلم متفتح. كل شيء فيه ظلم وفساد فهو حرام. هذه قاعدة. كل شيء فيه ظلم وفساد فهو حرام. هذه قاعدة مهمة جدا. ولهذا صحيح نحن نحتاج فقهاءنا في التأسيس والتشريع لقضايا متعلقة بالدولة، متعلقة بالاقتصاد، متعلقة بالجغرافيا السياسية. أما المسائل المتعلقة بالإنسان أن نتركها ائتمانيا لهذا الإنسان يقرر. ولهذا عندما تدخل الفقيه بين قوسين الذي فهم الدين كجزئيات وأراد أن يعطل الإنسان المسلم عن الإبداع. ولهذا تجد الدول التي تقدمت تكنولوجيا هي دول رافقها الإعلام. الهند عندما أرادت أن تلحق بركب قالت بوليوود، كذلك إيران، كذلك تركيا، ونحن كذلك في الجزائر في فترات معينة. صحيح. ولهذا أنا أعتقد بأن النمو الاقتصادي والنمو التكنولوجي يلحقه كذلك نمو على مستوى الصناعات الإعلامية والصناعات الفنية والصناعات الثقافية. نعم. فيما يتعلق بمسألة الصناعة التي أشرت إليها، لو نعود إلى أسباب هذا القعود عند الأمة ككل أستاذ، لأنه في دراسة منذ 1900 حوالي 21-22 منذ أن دخلت يعني الإنتاج السينمائي إلى العالم العربي إلى غاية 2017 ما أنتجه العرب في كل مجالات وفي كل يعني الأفلام بكل أنواعها لا يزيد عن 2000 فيلم، بمعنى صحيح. عدد ضئيل جدا. وما منه يعني الذي يطرح قضايا الأمة وكذا لا يتجاوز ربما عشرات من الأفلام فقط. هذا القعود هل يعود إلى يعني قعود مؤسساتي، بمعنى حتى المؤسسات لا تشتغل على هذا البعد، أم أن في تركيبة الأفراد أيضا والمخيال المجتمع ككل لا يتحمس لهذه المسألة، مسألة ولوج هذا العالم؟ الحقيقة لها سببان. السبب الموضوعي الأساس هو سوء فهم حقيقة الوجود الإنساني، وجود المؤمن في هذه الدنيا. المؤمن الذي يعتقد أنك تصلي وتصوم وتقوم ببعض الأركان وانتهت الحياة هنا. أعتقد هذا هو المسلم. عندما تسأله لماذا خلقك الله يقول وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ولا يقول هو الذي أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. يعني طلب منكم عمارتها. والعمارة بشقيها المادي والمعنوي. العمارة، وأعتقد أن عمارة الأرض في الجانب الفني والجانب الرمزي والجانب الغير مادي كما يسمى مهم جدا. لأن الأمور المادية والتكنولوجية قد تزول، لكن ما الذي تبقى الصناعة الثقافية المتعلقة بأصل هذا الإنسان بثقافته إلى غير ذلك. ولهذا نعتقد أنها مسألة تتعلق بالمسلم الذي لم يفهم دينه وعطل الدين عند العبادة، ولم ينتقل إلى العمارة، ولم ينتقل إلى الاستخلاف. هذا الإنسان الذي فهم الدين أنه توحيد وليس تزكية، أو أنه فهم أنه توحيد وتزكية وليس عمران. وهذه ثلاثيات للثلاثية الأخيرة لطه عبد لطه جابر فياض العلواني. أنا أعتقد سوء فهم هذا الدين، وأن الإنسان، وهذه مشكلة، الإنسان المتدين يريد أن يتماهى مع الملائكة، يريد أن يتماهى أو أن يحاكي الملائكة وهو ليس من الملائكة. هذا الإنسان دون إبداع سيموت، وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. نعم. الأمم الأخرى الآن متطورة في هذا المجال، هل عندنا سبيل واحد لمخاطبتها هو دخول الدراما التلفزيونية، السينما والإعلام؟ وقد يعن إلينا سؤال بروفيسور يقول بأنه الآن
موجود القنوات الدينية على كثرتها وعلى يعني تنوعها، هل صحيح. يعني نلامس الآن، هل نلامس الآن يعني صحيح. هذا يعني هذا المجال وضرورة اقتحامه؟ سؤال مهم جدا يعني جدا. النسخة الإنجليزية لفيلم الرسالة الذي تفضلتم بالتقديم لهذه الحصة ولقطات منه، تعرفون أن فيلم الرسالة مع أننا عندنا بعض التحفظات في الموضوعات ليس في الإخراج، لأن الإخراج كان قويا جدا، كانت الفكرة عامقة، كانت حبكة الموضوع رائعة جدا. العقاد رحمه الله أعتقد من المجددين، أعتقد رجل في القاطرة الأولى للدفاع عن قضايا مرحلة ما قبل العقاد وما بعد العقاد. بالضبط. بعض الإحصائيات تقول لأن كان صراع طبقي إثني عرقي في أمريكا، وخاصة بين المسلمين الأفارقة السود، وكان هناك وظهرت ما يسمى بأمة الإسلام إلى غير ذلك، وكان هناك الحقيقة أن المسلم الإفريقي الذي نسي دينه أو وجاء الأمريكا ولكنه مرتبط بدينه، جاء فيلم الرسالة النسخة الإنجليزية عندما عرضت في قاعات السينما في معظم الولايات الأمريكية خرجت مظاهرات، مظاهرات طبيعية استفزازية إلى غير ذلك، ويقال بأن عدد الذين دخلوا الإسلام صحيح بفضل فيلم الرسالة أكثر من المساجد والمراكز الإسلامية اللي كانت موجودة أو متواجدة في أمريكا. هذا فقط مؤشر أننا نخاطب الناس بالإعلام، نخاطبهم بالصورة، ولهذا أن الصورة، ونعرف المثال ندرسه للطلبة، أنها أكثر تأثير من ألف كلمة، صورة بكل أنواعها. ولهذا نحن ضربنا في الصميم عندما لم نعتمد الصورة، لم نعتمد الدراما، نعتمد الدراما. أنا بالنسبة إلي تربية ولدي، تربية ولدي عندما أربيه بالمحاكاة بالدراما ستصل إليه الفكرة. وأنا دائما أعطي لطلبتي في موضوع الدراما حديث جبريل، بينما نحن جلوس عند رسول الله اطلع علينا رجل شديد بياض الثوب شديد سواد الشعر لا يرى عليه أثر السفر ولا يعرفهم. هذا أنا كتبت فيه مقالا دور الدراما في الدعوة الإسلامية، وقلت بمعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان بإمكانه أن يستعمل السنة القولية ويقول لهم أركان الإسلام أركان الإيمان، لكنه قام بهذا الجهد وهذا التمثيل أن يأتي ملك على شكل شخص. هذا الحديث الذي بوى كل العلماء جعلوه في أول التصنيف هذا الحديث هو صورة ذهنية. أنا عندما أقول لك أنا وكافل اليتيم مضطر أن تذهب، وكذلك المصورون والمخرج مضطر، لأن الصورة معنا لم نحضر إلى حضرة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن الصورة تعك هاتين كأننا استحضرناها. نحن لم ندرك هذه المعاني ولم ندرسها، وللأسف نحن أطلقنا عليها أحكام شرعية في التعامل مع الموسيقى، في التعامل مع الفن، في التعامل مع الإبداع. وأنا أقول لك سيد مالك بن نبي رحمه الله في شروط النهضة تكلم عن المبدأ الجمالي، أنه شرط من شروط النهضة الذوق الجمالي والمبدأ الأخلاقي. الحقيقة أن الأمة ضربت في الصميم عندما لم تدرك بعض الأبعاد المهمة جدا، ومن بين هذه الأبعاد هو الإعلام، هو التعامل مع الإعلام والفن بالتخوف وبالارتباك هو الذي جعل الأمة تتأخر. الشيء الذي تخاف منه سيدخل بيتك، الشيء الذي تخاف منه سيدخل إليك. ولهذا بعض المسلمين عندما يتعاملون مع الإعلام الجديد أو مع الإعلام عموما يتعاملون بالتخوف، فيغلقون مثلا الأبواب. ما فائدة غلق الأبواب وأنت ليس لديك جدران أصلا، ليس لديك أجدران أو تقلع الجدران من جذورها. ولهذا نعتقد بأن الأمة في تاريخها في تراثها رصيد مهم جدا في التعامل مع الفن. من صنع الفن؟ من صنع الموسيقى؟ من صنع المقامات الموسيقية؟ من صنع الرسومات بكل أشكالها؟ هم المسلمون بامتياز. وعندنا سيناريوهات لأفلام عالمية جاهزة أستاذ، هم يحتاجوا لكتابة سيناريو. عندما تقرأ رباعيات الخيام هذا الرجل الفقيه الفلكي، عندما تقرأ للفارابي، عندما تقرأ لكذا إلى غير ذلك، أنا أعتقد. ولكن هذا الخط الفني الثقافي الحضاري أجهض في كثير من مراحل التخلف وتغول خط آخر. نحن نحتاج إلى خط الفقهاء وخط المحدثين وخط القراء وخط الوعاظ، لكن هذا الخط مهم جدا، خط ابن سينا والكندي والفارابي الذين زندقوا في التاريخ الإسلامي، زندقوا وبعضهم قتل وبعضهم ضرب. تعرف الكشاني قتل وقطع رأسه لأنه اكتشف أول مرصد فلكي في مرصد فلكي. بالمناسبة الكشاني هو سبب الكالكولاتريس هذه الآلة الحاسبة بمعنى الفكرة. أنا أعتقد الأمة الآن الحقيقة ضربت في الصميم لأنها قتلت أسودها وكفرت أسودها وتعتقد بأنها ببعض
ولكن الدغمائيات تستطيع أن تتطور. أعتقد بأن موضوع الإبداع هو ركن من أركان انتمائنا للإسلام. المسلم الذي لا يبدع، المؤمن الذي لا يبدع، حتى من مقاصد من المراتب هو الإحسان. ما هو الإحسان؟ هو نوع من الإبداع. الإبداع في أبسط شيء، في الذبح إذا ذبحتم فأحسن ذبح، إلى بناء المساجد، إلى بناء المستشفيات، إلى بناء الطرق. ولهذا كانوا يقولوا ترافاي أراب. ترافاي أراب في أوروبا معناها المتقن. الآن يصبح ترافاي أراب معناها الشيء غير متقن، نعير به، نعير به. ولهذا أنا أعتقد بأن خط الأمة المتعلق بالفن ومتعلق بالإبداع ومتعلق بالإعلام، والمعركة الآن هي معركة الإعلام بامتياز. في أي مستوى يمكن الاشتغال أستاذ؟ هل على مستوى الجامعات أم على مستوى كما أشار المخرج محمد بيزيد ضخ الأموال؟ لأنه مصطفى العقاد لما سئل على أكبر هاجس بالنسبة إليه هي قضية استثمار المالي للمسلمين، لا يتوجهون إلى هذا النوع. بمعنى أين يمكن الاستثمار أكثر؟ على مستوى الجامعات عندما يطلبوا منك طلبة إجراء البحوث، عادة ما نركز على القيم السلبية للرسوم المتحركة، القيم السلبية، وفيه من يقول أن هذه الرسوم المتحركة لم تنتج لنا أصلا، لماذا طيب نأتي بها بعد ذلك نقول بأنها تحمل قيم كذا؟ شوف أقول لك أستاذ سر لأول مرة سأقوله للمشاهدين الكرام. فيه داعية جزائري في أمريكا كانوا يجمعون التبرعات لغزة في كل سنة كحال الجزائريين في البلد وكدولتنا إلى غير ذلك، كان يجمعوا التبرعات كل سنة. في يوم من الأيام أو في سنة جمعوا 3 ملايين دولار على أساس يرسلونهم إلى غزة. هذا العبقري الجزائري جميل، وهذا إمامه موجود الآن موجود في، قالوا لماذا نبعث 3 ملايين دولار لغزة وقد تقصفها إسرائيل المرة القادمة؟ لماذا لا نرسل فقط 1 مليون دولار للاحتياجات العاجلة و2 مليون دولار نفتح بها قناة للتعريف بقضية فلسطين؟ وعي جميل جدا. نعم. ولهذا هنا أشير إلى أستاذ موسى عزوني. أستاذنا وشيخنا هو صاحب هذه الفكرة. جميل صاحب جدا. هذه الفكرة وأنا أميل إليها. أنا أميل إليها وأدعو إن الإعلام ما هوش مسألة حلال ولا حرام، مش مسألة تخوف أو مسألة حتمية. أنا دائما أنا أقول بأن الإعلام ما فيش مخاطر. جزء من انتصار الثورة الجزائرية كان عن طريق الإذاعة، بالإعلام، يعني بالإذاعة صحيح. المقصود لأن الإعلام هو صناعة الرأي العام، صناعة الاتجاهات، صناعة الصور، صناعة التأثير إلى غير ذلك. صح. تعرف أستاذ نحن ضربنا في الإعلام القديم وضربنا كذلك حتى في الإعلام الجديد. الآن الإعلام الجديد، تعرف أنا عندي إحصائية قبل 10 سنوات الصفحات العربية كاملة بها الإسلامية وكذا هي 1% فقط من كل الصفحات. وللأسف حتى الصفحات العربية أو الدينية بعضها تافهة أو ساذجة وبعضها خلافات فقهية إلى غير ذلك. نفس القنوات. وبعد ذلك نتفاجأ كيف يخرج من أبنائنا بعض المؤثرين. لا هو خرج لأنك لم تربيه، لم تعطيه القيم، لأنه هو فهم الإعلام، فهم تأثير الإعلام. أنا لا ألومه، أنا ألوم الإنسان الذي يتصدر للدعوة ويوصي الناس فقط للصلاة والزكاة والحج، وإن كانت هذه الأمور من أركان الدين، لكن هناك عبادات أخرى متعلقة بالتواجد، بالمرابطة الحضارية على مستوى الإعلام. أنا استدعيت مرة إلى محاضرة في جامعة تبسم ملتقى حول مخاطر الإنترنت، كانت محاضرتي فوائد الإنترنت. فوائد الإنترنت فقط. عندنا فوائد كثيرة. هناك تزويج الشباب، هناك التبرعات، ترويج التجارة، ترويج التجارة إلى غير ذلك. حتى مرة لما درست في جامعة باتنا أول مرة فنيات التحرير وكنت نعاني من خبر السلعة مقابل خبر القيمة، فكنت أدرب طلبتي بدل أن أقول اغتصب وسرق كما موجود في الجرائد، نقول تبرع، نقول تزوج، نقول بنى، نقول كثير من أفعال الخير الموجودة الإيجابية، يعني الكلمات مش على إيجابية. ولهذا نحن ضربنا على مستوى في الصميم لما تعاملنا بالإعلام بالارتباك. وأنا بالنسبة إلي أنا من مشاريعي، من مشاريعي المستقبلية هي قناة للأطفال. جميل. لأن الطفل الذي في عمره الآن 2 سنين بعد 10 سنوات هو شاب له قراراته وممكن أن يكون مؤثرا في المجتمع. أتمنى لك إن شاء الله التوفيق وأن تتحقق هذه الأمنية حتى ينتفع بها أطفال هذه الأمة. نحيل أيضا في حلقة اليوم المشاهد الكريم إلى مجموعة من الكتب التي يعني جاءت في سياق الحديث يعني الإبداع، نتابعها بعد ذلك نعود. انفيرست
فهرست. إذن كانت هذه مجموعة من الكتب أستاذ. سنأتي إلى مسألة مهمة عندما كنا نبحث يعني عن مراجع وكتب تتقاطع وهذا الموضوع أيضا مؤشر على أن الأمة لا تشتغل كثيرا طبعا. بهذا الموضوع. جمالية الفن الإسلامي تأليف ذهيبة محمدي فيما يتعلق بالعمارة والزخرفة، تاريخ إسبانيا الإسلامية الفن والعمارة أيضا ككتاب مهم يؤسس على أن فيه تقاليد للأمة في قضية الإبداع. تاريخ الفن عنوان جميل، تاريخ الفن، العين تسمع والأذن ترى. نعم. أيضا يتكلم عن العمارة، فيه أيضا العديد من المقالات المتواجدة وعبر عديد مواقع التواصل الاجتماعي التي تفتح هذا أو تتحدث عن هذا الموضوع. أسلمت السينما كأداة جماعية للوصول إلى العالمية، مقال مهم جدا موجود عبر مواقع التواصل الاجتماعي. السينما في خدمة قضايا الإسلام أيضا مقال مهم، وعديد المقابلات التي أجريت مع مخرج فيلم الرسالة مصطفى العقاد رحمة الله عليه موجودة عبر اليوتيوب، يتكلم عن ضرورة أن كما قلنا أن تقتحم الأمة هذا المجال حتى تعرف بهذا التاريخ وتنصر قضاياها أيضا أستاذ. نعم. الحقيقة هناك كتابات كثيرة، ولكن ما زالت الكتابات مرتبكة تتعامل مع الفن كأنه جزء خارج منك. الفن هو جزء منك، الفن هو أنت، هو الإنسان الذي يمشي هو يأكل الطعام ويمشي في الأسواق. صح. الذي للأسف أن بعضنا الذي لا يحب مثلا الفن ولا يميل إلى الفن فيتدفعه نفسيته للتحريم أو التعامل إلى غير ذلك. الفن صحيح ربما أنت لا تحب نوع من أنواع الفنون، مش مشكلة، لكن لا يعقل أن لا تحب الفن، لأن أعتقد كما يقول أبو حامد الغزالي الذي لا يستهيه العود وأوطاره والربيع وأزهاره فهو مريض مزاج ليس له علاج. والجمال هي من القيم الفلسفية الكبرى التي يبحث عنها الإنسان. الإنسان يبحث عن الحق ويبحث عن الخير ويمارس الخير ويبادس الجمال، ولهذا نحن ضربنا في الصميم لما عرفنا الجمال أنه عورة، أن الجمال هو عيب، أن الجمال هو الشيطان، ولهذا نحن ضربنا وتأخرنا لما لم نتعامل مع الجمال. والمسلم الذي لا يتعامل مع الجمال في لباسه، خذوا زينتكم عند كل مسجد، في تعاملاته، في كلماته، في ألفاظه، في ترتيب بيته، في ترتيب شوارعه، أعتقد بأنه مسلم لم يحقق إيمانه. قالت الأعراب آمنا، قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا. الفن هو من الإحسان، من الإحسان مرتبة تتعلق بالإحسان، أن المؤمن لابد عليه أن يمارس الفن كجزء من حياته وإلا سيموت. نعم بالضبط أستاذنا. وفيه مقولة وبها نختم فيما يتعلق بالتواصل، يقال الناس يتأثرون بالفعل المرئي أكثر مما يتأثرون بالقول المحكي، ومقام الرجل في ألف رجل خير من كلام ألف رجل في رجل. بالضبط أستاذ، جميل جدا. إذن نشكرك أستاذ على ما تفضلت به وساهمت به معنا في عدد اليوم الذي من خلاله أردنا أن نتكلم عن الإبداع والدين، المنطلقات والأحكام. أشرنا إضاءات حول الموضوع، أشرنا إلى بعض المراجع والكتب لمن يريد أن يتوسع، ونتمنى إن شاء الله تكون لنا مقابلات أخرى حتى إن شاء الله نشير إلى هذا الموضوع. شكرا جزيلا لك، نلتقي في مناسبات أخرى إن شاء الله. مشاهدي الأكارم في الختام تقبلوا تحياتي، نترككم على خير ونلقاكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.